مؤتمر يعتبر من أكبر المؤتمرات العلمية اللي تمت نقدر نقول في الفترات الأخيرة في تاريخ مصر، بيحضروا في حدود 1000 باحث سواء من الدول العربية الدول الأجنبية مصر. احنا عندنا أكثر من 650 بيبرز من خارج مصر، عندنا 120 بيبر من داخل مصر. المؤتمر بيناقش محاور عديدة، أهمها موضوعات الاستشعار من البعد الريموت سينسينج، موضوعات علوم الفضاء، موضوعات الجي اي اس، موضوعات الاي او تي في الكمبيوتر، موضوعات البيج ديتا، وأهم حاجة المؤتمر هو مؤتمر تطبيقي، يعني تطبيق هذه الموضوعات في مجالات على رأسها مثلا مجالات المياه، مجالات الري، مجالات النقل، مجالات البنية التحتية. هو حدث كبير ما بيحصلش إلا كل سنتين، ولا يعطى إلا للدول اللي هي عندها القدرة لتنظيمه من حيث المكانة العلمية والمكانة الجغرافية وكمان استقطاب العلماء. يعني موضوع أن اليوم في دولة عربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة أن هذا الموضوع موجود، هذا موضوع يمثل أهمية كبيرة على مستوى العالم حقيقة، نظرا لأنه موضوع الجي اي اس والجيومكانية موضوع خطير جدا ومهم، فموضوع أنه هو موضوع زي كده هذا موضوع جدا جدا أكيد له أهمية.